السلام عليكم. صلاة خاشع. إن كنت يا أخي المؤمن من المريدين للآخرة الهائمين في جلال الله، فادخل إلى الصلاة كالخارج من الدنيا، وكن في كل شرط من شروطها وركن من أركانها بقلبك حاضرا وببدنك خاشعا. النداء. فإذا سمعت نداء المؤذن فاستحضر هول النداء يوم القيامة، وتشمر بظاهرك وباطنك للإجابة، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر. فإذا كنت مستبشرا بالنداء للصلاة فرحا بها، فاعلم أن النداء يوم القيامة سيأتيك بالبشرى والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالنداء للصلاة، فإنها قرة عيننا. فإذا وقفت للوضوء فلا تغفل عن قلبك، فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على ما فرطت، وتصميم العزم على الترك في المستقبل، فطهر بها باطنك، فإنه موضع نظر ربك. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في الصدور. وأما استقبال القبلة فهو صرف وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله عز وجل. أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى الله عز وجل ليس مطلوبا منك؟ هيهات، فلا مطلوب سواه. فاجعل قلبك ملتفتا إليه، ذاهلا عمن سواه، ولا ينصرف القلب إلى الله إلا بالتفرغ عمن سواه. فإذا كبرت للإحرام فقلت الله أكبر، إذا نطق بها لسانك فينبغي أن لا يكذبها قلبك. فإن كان في قلبك شيء هو أكبر من الله عز وجل فالله يشهد أنك لكاذب، فلا يكن في قلبك أكبر من الله. قال ابن عطاء الله: كيف يرحل إلى الله قلب وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من غفلاته؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع وأن يصرف قلوبنا عمن سواه.